ايه بعد كده للاجزاء الاضافيه للتيكتشرنج؟ ناخد الجزء اللي في الجنب هنا الاول، اللي هو الجزء ده والجزء ده. لو رحنا للجزء ده، اعتقد انا كنت جايب صورة. لو قلنا open texture، تمام. لو احنا اعتقد لو رحنا لتوتس، لو رحنا لبلايند ان لاينز، لو رحنا لبروجكت، لو رحنا لتكس، في شوية صور كنت انا جايبها، تمام. صورة زي دي، وفي كمان كان في الشعار بتاع ال طبعا دي كانت صورة، بس طبعا احنا لقينا لها فونت فمش مشكلة. في اللي هو النيفي لوجو واليوسيف. هاخد النيفي لوجو واعمل اوبن، هروح اقول له اديت، اسف اديت ايه، هاخد سيلكت ايه، سيلكت اول، اديت كوبي، واروح لتكتشر بودي وهقول له اديت بيست. بعد كده اروح للسيلكشن تول و سكيل، اخدها مكان ما انا عايز. كده واخدها احطها هنا هنا بالظبط كده، تمام. البلند مود بتاعها اوفرلاي. ليه اوفرلاي؟ عشان اشيل اللون الرصاصي اللي كان وراها. اضغط كده عشان اعتمد التغيير بالشكل او المنظر ده كده، تمام. برضو كان في هنا شوية تكستات. لو رحنا بس عملنا شيفت ار عشان نبقى شايفين الدنيا منظرها ايه، شيفت ار، هلاقيها بالشكل. طبعا هي واضح ان هي طالعة فوق شوية عند الجناح، اقرب كده عشان اشوف بالظبط. فعلا هي طالعة فوق شوية عند الجناح. هاخد الترانسفورميشن تول وانزلها تحت حبة كده، بحيث تبقى مظبوطة بالظبط في المكان اللي احنا عايزينه. بعد كده هاخد التكست تول مرة تانية، هاخد التكست تول مرة تانية وهزون، بحيث ان انا اجي هنا وعايز اكتب شوية تكستات او احط تكست. غير كده كمان دي انا عايز اصغرها اكتر من كده شوية، بحيث ان هي تبقى واخدة المكان بتاعها اللي انا عايزه بالظبط. شوف بس المكان فين انا عايزه، هنا كده بالظبط، عايزه هنا، تمام. بعد كده في الحتة دي والحتة دي انا عايز تكستس او عايز بعض الرموز الخاصة بيهم، فهروح ل open texture وهروح للملف بتاعي على ديسكتوب وعلى تكس مكان ما احنا مسيفين. وممكن اخد الليون اللي هو ده، هقول له هشيل طبعا الباك جراوند واروح على سيلكت اول، اديت كوبي، واروح للبادي تكتشر واقول له اديت بيست، تمام. هرجع لورا، تمام، واخد السيلكشن تول واصغره قوي بالمنظر بالشكل ده، تمام. واخده بالشكل، طبعا كل شوية عمال بمسك المسافة بدل الالت فبيعمل معايا المشكلة دي. اخدها احطها هنا اهو كده تحت الجناح بالظبط كده، تمام. وازوم هنا بحيث اشوف انا فين كده، هنا كده بس، حاجة بالشكل او بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده. ونعمل لير جديدة واروح للتكست وهكتب مثلا
اكتب يو اس نيفي، يو اس نيفي. عايز اخد خط قريب بقى منه او من اللي بيتكتب بيه الحاجات دي، ممكن السويس سي ان واحطها هنا كده، واخد الترانسفورميشن تول واخدها وراها. عايز اضمن بس انها محطوطة صح، مش فيها مشاكل بالشكل او المنظر ده. هعمل كنترول اس عشان اسيف، تي اس طبعا، وهعمل شيفت ار عشان اعمل ريندر وارجع لكم بعد الريندر. طبعا هي كده الاوباستي بتاعها عالي، فانا هروح لللاير دي واخليها مالتي بلاي، واخد الاوباستي بتاعتها اخفها ل 53، وبرده اللي تحتها زيها، بحيث بس يبقى في بليند بينها وبين ال بينها وبين الطيارة. متهيألي كده لو احنا جينا من الحتة دي وعملنا شيفت ار عشان نشوف الدنيا ظروفها ايه. على فكرة كل الزوايا اللي احنا عمالين نعالج منها مش موجودة في الموفي. الطيارة اساسا مع الموشن بلر كل الفيلم اللي احنا بنعمله ده مش هيبان، بس الفكرة ان انت تعرف تعمل الديتيلز بشكل كويس. فكرة نستنى بس التكست تظهر او تبان ونشوف ظروفها ايه، او الاوباست بتاعتها مظبوطة ولا مش مظبوطة. اعتقد الاوباست بتاعتها تمام ومفيش فيها مشاكل، تمام. ولو خدنا الطيارة بقى من زاوية بعيدة شوية عشان كلها تبان، وجينا عملنا شيفت ار، هنشوف ان شكلها مختلف خالص عما يبقى قريب. متهيألي كده الشكل واضح وبان جدا جدا جدا، تم ان الطيارة بدأت تاخد الرياليتي اللي احنا عايزينه. فاضل حاجة بسيطة قوي، مش عايزين نعمل صور تانية بقى لحسن كده، يعني هتحس ان سواق الطيارة دي عبارة عن سواق ميكروباص، يعني عمال بيلزق خمسة وخميسة وادفع بلاتي احسن والكلام اللي بيتلزق في الميكروباصات ده، تمام. ممكن نحط على الطيارة كده من ال... في ال... على الكانوبي من فوق، ممكن نحط اللي هي علامة الكروس بتاعت ممنوع التدخين، بحيث ان الطيار ما يدخنش جوه الطيارة. المهم ما علينا، خلينا بس نشتغل زي ما احنا ونشوف احنا ظروفنا ايه. هنا فاضل حاجة بسيطة، ان انا هروح تاني لفايل اوبن تكتشر وهاخد التكست، تمام. التكست اللي انا كنت عاملها اللي هي دي، هيقول بصوا بقى التكتشر دي انا فتحتها وما قفلتهاش. لو انت فتحت تكتشر مرتين سينما هيقول لك استنى لانها اوريدي اكزيست. فهنرجع هنا تاني اديت كوبي، وهرجع ليه تكتشر اديت بيست، تمام. هاخد طبعا دي كده وهاجي على الفري ترانسفورميشن تول واعمل سكيل داون، طبعا كنترول زد للخطوه اللي فاتت دي لان انا الدنيا كانت هتتعجن في بعضها. هروح كده واقول له كده اهو، واخد الموف تول. انا عايزها في اخر حته في الديل بتاع الطياره، تمام، بالشكل او بالمنظر ده كده، تمام. اعتمد التغييرات، تمام، مفيش مشكله. و طبعا كالعادة هنخليها مالتبلاي ونخف الاوباستي بتاعتها حبتين. نجرب شيفت ار للطيارة من بعيد ونشوف ظروفنا ايه. جميل جدا كده، تمام، وزي الفل مفيش مشاكل.
بالمناسبة انا هعمل الجنب ده وانتوا هتعملوا الجنب التاني، يعني انا هعمل الجنب ده وانتوا هيبقوا عليكم طبعا الجنبين نفس اللي بنعمله هنا، بس هتعمل كل حاجة الناحية التانية، مش شرط التماثل قوي عشان تبقى عارف يعني. طيب نسيبنا بقى من القصة دي ونروح للوينج. هروح للوينج او للجناح، هرجع للوينج مرة تانية، للماتيريال بتاعت الوينج مرة تانية. ناخد اول صورة، طبعا الاول نفعل الماتيريال بتاعت الوينج اللي هي الماتيريال دي علشان نقدر نشتغل عليها مظبوط. طبعا دي مفيش في الكالر على ما افتكر، مفيش اللي هي لير واحدة، لان احنا محتاجناش ان احنا نغير اي حاجة في الوينج. هنروح نعمل نيو لير من غير حتى ما نعمل نيو لير. هروح عندي في التكتشرز، اعتقد الستار لسه مفتوحه بالظبط، الستار لسه موجوده بالسلكشن بتاعها. هروح لإيديت واقول له كوبي وارجع لي الوينج. في حاجه انا عايز اروح لفايل واقول له كلوز اول تكتشرز، تمام. طبعا لو في اي سيف هقول له سيف مفيش مشكله، عشان بس ما بقاش في عندي 100,000 تيكتشر هنا انا شغال عليها. هفعل الوينج، يبقى انا عندي التيكتشر بتاعت او التيكتشرز بتاعت الوينج، تمام. وهروح بعد كده اقول له اوبن تيكتشر. طبعا الستار اتقفلت، فهرجع اجيب الستار مره ثانيه. هروح لسلكت واقول له سلكت اول، واروح لاديت واقول له كوبي، واجي بعد كده للوينج كلر واديت هقول له بيست، تمام، بالمنظر او بالشكل ده كده. هروح ل اسف الفري ترانسفورميشن تول وهسكيل او اعمل سكيل للنجمه بالشكل ده كده، واخدها هنا اقرب بقى شويه كده بحيث ان انا اقدر اظبطها زي ما انا عايز، تمام بالشكل ده. اروح اعمل ابلاي ترانسفورميشن واشوف ظروفها ايه، تمام، هلاقيها بالشكل ده. مش عارف هل تتلف ولا تفضل زي ما هي، اعتقد انها تفضل زي ما هي. دي هنسميها W star او الوينج ستار. هاجي على الوينج ستار دي وبرضو هخليها كالعادة multiply وهقلل الاوباستي شوية، تمام بالشكل ده. ممكن تكبرها شوية، ممكن تقللها، والله على حسب ما تحب وعلى حسب ما انت عايز. هاجي للوينج دي وهعمل رايت كليك واقول له دوبليكيت لاير، وهروح ل الفري ترانسفورميشن. اهم حاجة بس اتأكد ان تايلينج مقفولة عشان ما يعمليش مشاكل. هاخد الوينج بالشكل ده ومع شيفت واوديها الناحية التانية والفها بس عكس التانية بالشكل بالمنظر ده كده، تمام بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ممكن بقى تطلع قدام شوية، ترجع ورا شوية، على حسب ما تحب. هعمل ابلاي للترانسفورميشنز كمان بالمنظر او بالشكل ده كده، وهعمل شيفت ار بحيث اشوف ريندر سريع للشكل بتاعي. متهيألي مفيش احلى من كده. نقفل ونكمل. حلو، بعد كده هاجي هنا في الحته بتاع الوينج دي، ممكن اروح برضو اخد نيو لير واسميها 108 على اعتبار ان انا هكتب هنا الرقم 108 تكست كالعاده، دي مكتوبه يو اس نيفي، هكتب 108 وهاجي هنا واضغط الشكل ده كده واسيب التكست. اعتقد هنزود الحجم شويه، خلي الخط بتاع 50 وهعمل كنترول زد، تمام، عشان اشيلها، لكن هضغط كده واحطها هنا بالشكل ده كده. طبعا دي اكيد هشتغل روتيشن عليها شويه كده واحطها هنا، تمام، مش بالشكل ده. وهخليها برضو مالتي بلاي وهخلي الاوباستي
مختلفة شوية، وهعمل رايت كليك واقول له دوبليكيت لاير. في حاجة انا مش عارف، لو انا رحت ليه اديت، لا مش اديت، انا عايز اعمل عايز اعمل فليب، عايز الف دي الناحية التانية، هروح لدي بالشكل ده كده وهقول له فليب هوريزونتال، واخد دي هنا تمام للناحية دي كده تمام بالمنظر ده، واعتقد هقول له فليب هوريزونتال مرة تانية، وكل بس اللي هعمله روتيت بسيط مش اكتر، وهعمل ابلاي ترانسفورميشنز كده. يبقى احنا كده عملنا التكست بتاعت الطيارة من فوق. في بس حاجة بسيطة هنا على الحتة دي بتاعت الجناح تمام، مش على الحتة بتاعت الجناح، اعتقد لسه على البادي، على البادي احنا نسينا ان احنا هنا. طيب نرجع للماتيريالز مرة تانية ونفعل البادي ماتيريال بالشكل ده كده. هاجي على البادي ماتيريال واعمل رايت كليك نيو ترانسفورميشنز، وهسميه ستار تراي على اعتبار ان دي تبقى الستار تراي انجل. هنشيلها، معلش انا اسف، لان احنا هنروح نفتح اوبن تكتشر، وهقول له ده التراينجل، ده المثلث لوحده، وفي ستار تراي ده اللي جواه المثلث اللي هي دي اللي انا عايزها، انا اللي انا محتاجه هشيل دي. طبعا دي لو انتوا تفتكروا اللي كنا عملناها في فوتوشوب. اذا انا هضغط على دي واعمل رايت كليك وهقول له ميرج داون لاير، بحيث ان هي تبقى كلها لاير واحده. هروح لسلكت سلكت اول، هروح لاديت اخد كوبي، واروح للبادي للبادي كلر دوت اف، وهاجي هنا واقول له اديت بيست بالمنظر او بالشكل ده كده، طبعا كبيره قوي. فهروح للترانسفورميشن تول وهسلكت واعمل سكيل داون للاير، سكيل كمان اكتر من كده، هي المفروض تتحط هنا بالظبط مكانها هنا فعلا تمام بالشكل ده كده، سكيل اكتر من كده كمان، واخدها احطها هنا في بالمنظر، اعملها روتيت بس حاجه بسيطه تمام بالشكل ده كده. نفس اللاير دي هضغط سيلكت، هضغط سيلكت عليها كده وهنسميها تراي ستار، رايت كليك وهقول له دوبليكيت لاير بالفري ترانسفورميشن تول، وهاخد اللاير دي واحطها جنبها بالشكل اللي احنا شايفينه كده. الاثنين دول دي ودي، هاخد دي هقول له مالتبلاي، وهاخد دي واقول له مالتبلاي. طب لو جربنا نقول له اوفرلاي، لا بلاش اوفرلاي، انا عايز حاجه تخلي الابيض ده برضو باين الى حد ما. انا مش عارف لو قلت له لينير بيرن مش حلوه، طب كلر بيرن ضيعتها خالص، طب داركن، طب انا عايز الابيض يبان، لو قلت له لينير لايت ستامب بالظبط كده، هقول له لينير لايت بالشكل ده كده. الاثنين هقلل الاوباسيتي تمام بالشكل ده كده، اللي فوقها 58 نخلي دي 58. لو جينا نعمل او نرجع من بعيد شويه كده ونعمل شيفت ار بحيث تشوف الشكل، ونرجع نعدل لو محتاج تعديل، هو محتاج تعديل فعلا، الاوباستي عايز يقل اكتر من كده شويه في الترينجلز اللي احنا لسه حاطينها من حبه. بالفعل الاوباستي عايزه تقل حبه عن كده، اخليها 45 وخلي دي كمان 45، واعتقد كده تبقى
تمام، مفيش فيها اي مشاكل. عندنا بعد كده في البادي، لسه قبل ما نرجع للوينج، عندي هنا في بعض الكتابات انا عايز اكتبها. هروح لنيو لاير وهاجي على التكست وهكتب في التكست وليكن مثلا يو ار، تاني عشان ضغطت بس فتحت الكابيتال، يو اس شرطة مسافة 108 وليكن اس اي، اي حاجة في اي حاجة، انا مش عارف انا بكتب ايه اصلا. فعموما هنروح لل بتاع الفونت سيلكشن، والله في فونت جميل قوي انا عايز اوريه لكم، اسمه بومباردير. اهو الفونت ده تحفة، يعني الفونت ده اساسا هو بتاع الكتابة دي. وفي فونت تاني اسمه اير، اللي هو الايربورن ده، انا مش عارف ليه سينما مش قاري الفونتات دي او بيقراها كهنا لكن تيجي تطبقها مفيش، بدليل انا لو خدت الايربورن بايلوت ده المفروض والله ده اللي يعني ده اللي انا اكتب بيه واضغط كده، هو مش قاريه اساسا. فهعمل كنترول زد وهروح للسلكشن اقرب فونت لي، حتى في فونت اللي هو بتاع اللي هو الباتمان فور ايفر برضه نفس الحكايه ما هواش قاريه. في مشكله في الترو تايب فونتس والاوبن تايب فونتس في سينما فور دي، انا مش عارف المشكله دي حلها ايه بصراحه. فهروح للسوز، هو الوحيد بصراحه اللي لقيته الى حد ما، مش هقول هو بس الى حد ما اقرب شويه للفونتات اللي انا عايزها. فهضغط واكتب دي بالشكل ده كده. طبعا هعمل لها سكيل داون، او بدل ما اعمل سكيل داون انا من الاول اخلي الفونت بتاعه يكون 20 واضغط كده بحيث ان هو ما اعملوش سكيل بشكل يعمل مشكله في الفونت نفسه. هروح اعمل موف للفونت، بس المره دي انا هشتغل على النصف العلوي من الطياره، اعتقد كان كنترول زد اسف، تمام تاني ده اعتقد هو النص ده، تمام نزوم. فهقول له روتيت 90 درجة، وطبعا مش هسبب المنظر ده كده، هعمل سكيل داون للكتابة دي واخدها هنا كده، اعمل زوم ان تمام واكبرها حبتين بحيث بس تبقى واضحة، اطلعها هنا كده على جسم الطياره من هنا كده، تمام بالشكل ده. هروح اعمل مالتيبلاي، او ممكن اعمل لينير لايت بحيث انها تبقى ستامب برضو، وهخلي الاوباستي قليله، ابعد شويه واعتمد الترانسفورميشنز، او اعمل ترانسفورميشن او ابلاي ترانسفورميشن. ولو عملنا شيفت ار نرجع كده بعيد نشوف الدنيا ظروفها ايه من زاويه بعيده، واعمل شيفت ار نشوف ايه الظروف. ادي الرندر، اعتقد دي عايزه تتزق ترجع لورا حبتين، فهروح لترانسفورميشن تول واقرب بس اشوف انا ظروفي ايه، عشان فعلا هي متزحلقه هنا شويه، وازقها لورا حبه كده. واعتقد برضو ممكن لو تسمح ان احنا نكبر السكيل شويه، تمام بالشكل ده كده، تمام بقت بالمنظر ده. نخليها مولتبلاي بدل كده، تمام، ونعمل شيفت ار نشوف ظروفها ايه. مش عجباني، هنشيلها وهرجع احط التكست مره تانية وهعمل نيو لاير وهعمل سيلكت. تقريبا انا عملت سيلكت على الخط البولد، هي قال لي كده هو ده، او انا مش عايز خط بولد قوي، او مش عايز الخط ده خالص. تعالوا نشوف خط تاني يكون قريب، يكون قريب شويه للكتابات اللي بتكتب على
يكون قريب شوية، مش عارف ده لو يا رب يقراه، يا رب يقراه، ما قراش. كنترول زد. بالمناسبة أنا في الملف الرئيسي أنا عملت دي صورة، عملت دي صورة في فوتوشوب وجيت هنا حطيتها بالشكل اللي أنا عايزه، بس مش عايز كل شوية ألجأ أروح إن أنا أعمل صورة في فوتوشوب. بحاول إن أنا يعني حتى معاكم بحاول أجرب والله خطوط جديدة، بحيث إن أنا لو لقيت خط حتى قريب للي أنا عايز أكتب بيه، لأن الخط ده لو اتغير وبقى خط عادي صدقوني هتفقد الرياليتي اللي احنا عايزينها بجد. يعني انا جربت ان انا اكتب بخطوط عاديه، لقيت يعني حاسس ان الطياره معموله في، يعني حاسس انها مش ريل، يعني الخط نفسه ادى احساس تاني خالص. فانا مش عايز احط خطوط عاديه، لان يعني الخطوط بتاعتهم اصلا المفروض ان هي سترونج، يعني اي خط فيه سترونج، حتى الفراجل بومبرز ده المفروض ان هو يعني المفروض ان هو قريب من اللي انا عايزه. لو انا عملت كده والله اراه اول مره يقرا الخط ده خير. طيب هعمل روتيت، طبعا ممكن اعمل كده وخلاص، واعمل سكيل حاجه بسيطه وهاخده هنا. بالشكل ده كده هعمل ابلاي ترانسفورميشنز، ودي هنسميها توب تكست. نفس الموضوع مالتبلاي، نفس القصه، اوباستي 45. خد الاوباستي 50، رايت كليك، دوبليكيت لاير، وهاخد اللاير اللي معموله دوبليكيت دي هاخدها الناحيه الثانيه تمام بالشكل ده كده كده، اعتقد هي كده زي الفل تمام مفيش مشاكل. وهروح لترانسفورميشنز، اعتقد ان هي فليب 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 فيرتيكال، لا مش فيرتيكال، طب هوريزونتال. نرجع فيرتيكال تاني، اعتقد كده تمام مفيهاش اي مشاكل. في ايه في ايه، لا كده مفيش مشكلة خالص في الكتابات اللي على جسم الطيارة. حتى احنا لو جينا خدنا رندر كده شيفت ار، متهيألي كويسة، وإن يكن هي عمرها ما هتبقى من القرب ده. ناخد حاجة من بعيد كده، نعمل شيفت ار، لو لقيناها ظاهرة قوي هنعمل الأوباستي أو هنقلل الأوباستي بتاعة التكست. أعتقد أوباستي التكست هتقل بالفعل تمام، هنخليها 40% ماشي، واللي وراها برضو 40%. اعتقد الاتنين كده بقوا مفيش اي مشكلة بالنسبة لهم. ممكن حتى اخليها ستامب واخلي دي ستامب بالشكل ده كده. في بعد كده على الجسم بتاع الطيارة او المبردات بتاعة المحرك من هنا، هروح لإيديت او اوبن تيكتشر، وعندي بعد كده مين، عندي لا هروح للملف الاصلي تمام للبروجكت فايلز التيكتشر، واخد انا كنت جايب لوجو كمان، كنت جايب ده، وكان في واحد تاني، كان في واحد تاني اعتقد فوق اللي هو ده، مش عارف اخد ده ولا اخد، اعتقد اخد نفس اللوجو بقى تمام. وهروح لسلكت، سلكت اول، اديت، كوبي، وهرجع للبودي، البودي 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 البودي، فين البودي؟ كلر كلر اللي انا واقف عليها، وهروح لاديت بيست
ارجع لورا كالعادة، خلاص انتوا حفظته، وهقول له scale 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 خالص، هاخد دي فوق scale وهاخدها هنا كده بالظبط على اللي انا عايزه، وهقول له لا دي عايزه اوفرلاي اسف معلش، وفي الاوباسيتي هقلل الاوباسيتي بتاعتها ل 40 وابلاي ترانسفورميشنز ونجرب نعمل شيفت ار نشوف ظروفها ايه. هي لسه قدام في الحته دي، مفيش مشاكل. لو حتى خدنا الطيارة بقى من منظر بعيد شوية وعملنا شيفت ار، هنلاقيها مفيش فيها أي مشكلة خالص. نفس دي اللي هنسميها لوجو توب، رايت كليك دوبليكيت لاير، واوتوماتيك على طول هاخدها الناحية التانية من الطيارة بالشكل بالمنظر ده، ابلاي ترانسفورميشنز جميل قوي لحد كده. لغاية كده احنا انجزنا الديتيلز او بعض من الديتيلز بتاعت الوينج وبتاعت البادي، نكمل في الجزء الثالث ان شاء الله.